امرأة من المسلمين وأفلام تنتجها هذه الدولة على رسول الله لترى ردة فعل المسلمين. أمة ماتت لا ردة لفعل لها، أمة لا إرادة لها. هذا هو الداء الذي حدده الله في كتابه وحدده الرسول صلى الله عليه وسلم. عدونا له إرادة يأتي من جميع أنحاء العالم ليقيم هيكل بنبوءة باطلة في توراته، وأمة الحق، أمة الحق التي بشر بها في التوراة وفي الإنجيل وعلى لسان كل نبي، وجعلها خير أمة، جعلها خير أمة أخرجت للناس. هذا هو حالها. الله وعدها وعد الحق بتدمير هؤلاء، فنحن أصحاب الوعد الحق وهم أصحاب الوعد الباطل. فأين إرادتنا يا أمة الإسلام؟ أين إرادتنا؟ بالله عليكم أخذت أيها الإخوة والأخوات أجلس مع نفسي مفكرا، عدونا يعزم عزما أكيدا على هدم المسجد الأقصى، وأمة لا حراك فيها إلا في القدس الشريف من المقدسيين تحركوا، وفي الخليل في الضفة الغربية، ولولا الخونة والمرتزقة أذيال دايتون رخرجت الألوف المؤلفة في الضفة الغربية، وفي غزة يخرج الأطفال والرجال والنساء غضبا للأقصى، وفي مصر أمام جامعة القاهرة، وفي عين شمس، وفي الأزهر، وفي أسيوط، وفي محافظات عدة خرج الناس يغضبون للأقصى، وفي الأردن الحبيب، وفي لبنان. ما عدا ذلك أمة ماتت. أين المغرب العربي؟ ما خرجت مظاهرة واحدة غضبة لله، لا في المغرب ولا في الجزائر ولا في ليبيا، حتى السودان لم يخرج منها واحد، حتى إيران. إيران لم يخرج منها واحد غضبة للقدس، حتى سوريا لم يخرج منها إلا الفلسطينيين أصحاب القلوب الحية الذين طردوا من بلادهم عنوة خرجوا. فأين أمة المليار؟ وكذلك تركيا. وهذا يعطينا الأمل أن ما زال في قلب هذه الأمة أحياء، ما زال في هذه الأمة رجال عندهم إرادة يضحون لله عز وجل. أنا اليوم أتحدث عن إرادة أمة. ما هي الإرادة؟ وكيف تتولد فينا الإرادة التي ولدها الله في قلوب أصحاب رسول الله؟ فصنعوا خير أمة، فصنعوا خير أمة أخرجت للناس. نعم يا أمة الإسلام، نعم أيها الإخوة والأخوات، عدونا له إرادة. أول ما بدأ راح الهند حرق لنا مسجد في الهند عشان نشوف ردة فعل المسلمين. لا أمة لا إرادة له، ما فيش غضبة ولا حد خرج. فبدأ يخطط يعمل ايه؟ راح ضارب غزة يشوف ردة فعل المسلمين هتبقى ايه. أمة لا إرادة لها، محدش خرج لا لله ولا رسوله، وإلا وجدنا الحدود قد فتحت والتقى المؤمن في مصر بأخيه المؤمن في غزة، والمغربي بأهل غزة، وكذلك الليبي، وجميع الدول العربية بلا استثناء. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يغزله، بل يكن معه يد بيد. لكن العدو وجد أمة لا إرادة لها. أول ما بدأ بضرب غزة بالمساجد، يشوف نبض الأمة هتعمل إيه. الأمة ديت هل بيقدسوا مساجد الله؟ هل المساجد ده
المساجد ديت لها في قلوب المسلمين مكانة، ده بيت ربنا، هيغضبوا البيت ربنا ولا لا؟ فوجدوا أمة لا إرادة لها فضربوا الأطفال، فوجدوا أمة لا إرادة لها فضربوا النساء وضربوا المرضى. وجدوا أمة لا إرادة لها، راح واخد مسجد سيدنا إبراهيم الخليل، مسجد مش كنيسة، مسجد. خدوا عشان يشوف ردة فعل المسلمين، وجد أمة لا إرادة لها، راح واخد إيه تاني بقى؟ لك بس ما عادش في عندي إلا بقى إيه؟ المسجد الأقصى. طب هتعمل إيه؟ راح بني كنيسة اسمه كنيسة الخراب، ده كانوا بنينه أساسا في عام 1870 بدأوا يبنوا فيه، المسلمين هدوه بعد كده في لما احتلوا فلسطين وخصوصا مدينة القدس، وخصوصا مدينة القدس، عملوا ايه؟ راحوا بنوا كنيسة الخراب دي بجوار المسجد الأقصى، فجاء الجنود من أهل الأردن فهدموا لهم كنيسة الخراب ديت. دلوقتي لما لقوا العملة والخونة في الضفة الغربية بيقمعوا كل مظاهرة ويقبضوا على كل مجاهد، قالوا بس ده احنا لو بنينا كنيسة الخراب لا هنلاقي أردن ولا هنلاقي فلسطيني يقول لنا انت بتعمل ايه، ولا مسلم ولا عربي. فبنوا كنيس بجوار المسجد بالناحية الغربية، راحوا لازقينه في المسجد هيكل ما كانش موجود خالص ولا أساس له، بنوه بجوار المسجد الأقصى عشان يخربوا بيه المسجد الأقصى. هو كنيس واحد؟ لا، ده هدموا 1400 مسجد في مدينة القدس بمفردها، 1400 مسجد والأمة نائمة لا إرادة لها.